وفي كلمته بالمؤتمر الصحفي المشترك أكد الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن أن مصر دولة مركزية تتمتع بمميزات تاريخية وجغرافية مهمة، وشدد الرئيس الكوري على أن هذه الزيارة تكتسب مكانة خاصة لأنها أول جولة إفريقية له وأول زيارة لرئيس كوري جنوبي لمصر منذ 16 عاما. تكتسب هذه الزيارة معنى خاصا لأنها أول جولة إفريقية وأول زيارة بصفة الرئيس الكوري إلى مصر منذ 16 عاما. أن مصر مصدر حضارة قديمة ودولة مركزية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وتتمتع بميزات تاريخية تتمثل في تعايش بين الماضي والحاضر والمستقبل، وميزة جغرافية تلمس ثلاث قارات، كما تحافظ بشبكة اتفاقيات التجارة الحرة وواسطة النطاق ونسبة شباب مرتفعة من عدد السكان والموارد الطبيعية المتوفرة، فلديها إمكانات تنمية. تعاونت مصر وكوريا في مختلف النواحي بما في ذلك الاقتصاد والدبلوماسية والثقافية. أكدنا أنا ورئيس المصري أن شراكة تعاونية شاملة بين البلدين قد جربت منافية متبادلة لبلدين، واتفقنا على تعزيز التعاون المستدام للمواجهة نحو المستقبل.